الدعاء للمريض في عيادته، يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. دعاء المريض الذي يئس من حياته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلقين المحتضر. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دعاء من أصيب بمصيبة، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.